شباب. مين بوشة؟ بوشة هذا شخص من سكان حي العمارية يتواصل معي من زمان وده يقابلني. طبعا أخذ رقمي من شباب موجودين في حي العمارية أعرفهم أنا أصحابي. الشخص هذا من زمان نفسه يقابلني يراسلني، أنا أكون مشغول وأقول له نأجلها كل مرة. المرة هذه قال لي يا خالد أنا مسافر ومسافر نهائي ما راح أرجع ولازم أشوفك، يعني قبل نفسي أشوفك قبل أسافر. فالآن أبغى أروح أقابل بوشة، بس بوشة تو راسلني قال يا خالد وينك؟ قلت له أنا ما يمديني أجي، أخذت موقعه قلت له أرسل لي موقعك، بعدين قلت له أنا ما راح أقدر أجيك. فالآن بنروح البوشة بنفاجئه، نسوي له مفاجأة. كيف حالكم؟ طيبين يا أبويا؟ حتوحشنا والله. 10 سنة طفشت؟ كويس، رايح مبسوط يعني؟ مبسوط الحمد لله. أبوشة ليه؟ تبغى تجلس هنا في السعودية؟ طيب ترجع ثاني مو؟ لا أروح أرجع يعني، استطعنا بس ما استطعنا. استطعنا والعيال اليوم جمعوا ليش؟ شمالي فقع. ليش جمعت اليوم؟ عشان بوشة. طب خليتوه يحاسب ولا حسبتوا عنه؟ والله قطة عزمت عليها. الله، انا اللي اخذ منه القطعه. وين اللي اخذ القطعه؟ ايش يسوي بالسياره هو؟ ايش يسوي؟ ما بيوحشوك العيال؟ والله بيوحشوك. كيف تواصل معهم طيب؟ الله السناب. سناب؟ ومين اللي فقع من المدرسه عشان يجي اليوم؟ طيب الحين متى بنشوفك من جديد في السعوديه؟ ما تدري صح؟ ما تدري. ان شاء الله. طيب شوف انا والله كنت ابغى اشتري لك هديه بس ايش ما في وقت. لا عافيك. فجاه جات الفجر صح؟ هديتك انت اللي كنت تواصل معي بالله. شوفتك هديه. الله يسعدكم يا شيخ. لكن انا بعطيك ايش، هذه نظارتي عشان ما تنساني تتذكرني فيها. خلاص هذه هديه. طيب بس طلع البطاقه. ايوه وانت احنا ما حضرنا لك هديه. خلاص خذ بطاقتي، هذه بطاقه حقت مباراه السعوديه مع اليابان اتوقع اللي تاهل فيها المنتخب السعودي كاس كاس العالم. تروح يا بوشه؟ والله دحين راح اسلم على العيال وان شاء الله امشي الساعه 10. تروح المدرسه تسلم على اخوياك بعدين تروح اليمن. خلاص حزن ها كلهم بيخلصوا. خلاص ما عاد بنشوفك. يمكن احنا نجيك اليمن ترى ان شاء الله. انت في اي مدينة؟ صنعاء. اقسم بالله العظيم شوفوا اتكلم بصراحة والله العظيم اني ابغى ابكي وانا والله العظيم ما اعرف الشخص هذا. لكن اللي حببني فيه الشخص هذا في قمة الأدب والاحترام رغم أنه صغير في السن بس يقول كلام أكبر منه كثير. دائما يتواصل معي كان أبوشة، كان دائما حريص أنه يتواصل معايا، يتصل علي يقول كلام جدا مؤدب ومحترم، يسأل عني ويسلم علي ويفرح كثير كذا. بس مجرد أنه نتكلم مع بعض كان يفرح. دايم كان يقول نبغى نتقابل بس اكون مشغول. اليوم او الساعة 1 الفجر قال لي يا خالد ابغى اقابلك. قلت له والله مشغول، وفعلا كنت مشغول جدا. قال يا خالد انا مسافر نهائي وابغى اشوفك قبل لا اسافر. انا هنا قلت لا، لازم يعني دام انه بيسافر يعني عرفت وضعه وعرفت انه بيترك البلد وعارف انه ما ودي يتركها اكيد 100%، بس الظروف هي اللي اجبرته. ف اضطريت اني اجلس مواصل، اخلص شغلي في الليل واجلس مواصل للصباح بس عشان اقابل بس عندي رساله لمواليد هالبلد، اخواننا اللي عاشوا معنا هنا واضطروا انهم يتركوا البلد لظروف عائليه او ظروف ماديه وغيره. الحياه تستمر والحياة حلوة وما توقف لا على بلد ولا على أصحاب ولا على مدينة ولا على غير ولا على وظيفة. يمكن يكون ربي كاتب لك في بلدك الثاني سواء كان صومال، تشاد، مصر، أريتريا، السودان، الهند، باكستان،
ممكن يكون ربي كاتب لك حياة أفضل من الحياة اللي أنت عايشها هنا، ممكن يكون ربي كاتب لك أصدقاء أفضل من الأصدقاء اللي أنت عايش معهم هنا، وممكن يكون ربي برضو كاتب لك وظيفة أفضل. فأنا أشوف أنه الحياة حلوة والحياة تستمر، ولو هالبلد تبقى بلدكم، ولو اضطررتوا أنكم تطلعوا منها لكن تبقى بلدكم، وإحنا نبقى أخوانكم وفي أي وقت سند لكم، والله يوفقكم جميعا. سلام وصباح الخير. قلت ابغى انام لي ساعة بس، وبعدها اصحى اروح للجهر اغطي المباراة، راحت علي نومة. نعتذر من الناس اللي خذلناهم اليوم، لان المفروض كان عندي تغطية في مكان معين بس، وتغطية في سناب الرياضي كمان، لكن يلا سامحونا. اليوم بصراحة لقيت تفاعل كبير في تويتر وسناب وانستغرام وحتى في الواتساب من ناس اعرفهم وناس ما اعرفهم، تفاعل جميل جدا على موضوع بوشة. عموما بوشع قبل ساعة تقريبا كنت نايم واتصل علي، لقيت منه مكالمة، فخلينا نتصل نطمن عليه نشوف وين وصل. السلام. هلا والله. حي والله غالي. الله يحييك. ها بشر. مبروك على كاي. انا مو اتحادي ترى، بس احب الاتحاد. باقي 200 على شروط. 200 على الحدود؟ ايه والله متابعين فجوني 200 صار، والله متابعين. ايش؟ مساكين والله حال متابعين. بالله عليك؟ ليه؟ والله ما خلوني انام كل شيء. تعال ها؟ اهم شيء يرسلون لك كلام حلو؟ ايه والله. خلاص تمام، كذا تمام. دامهم يرسلون لك كلام.